أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 82 شخصا وإصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنة إن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ذهب ضحيته 82 شهيدا و110 مصابين، مبينا أن الحادث ما كان أن يحدث لو كانت هناك احتياطات كافية. وبين المحنة أن بعض الضحايا قضوا بسبب الحرائق وآخرون رموا بأنفسهم من مكان عالي، لافتا إلى أنه من الممكن ارتفاع أعداد الشهداء. الأطفال جتي ورا ساعة ونص، يلا طبتني طبت وحدة ورا الحادث يمكن بثلاث أربع ساعة وراها النوب، يلا جتي وحدة النوب. قلنا لهم يابا عالم جو احترقت، عندك ما الطوارئ، الطوارئ فرد نوم عطبوا هم والمعينين مالتهم، يعني ما تقدر تطلعها. ليش؟ لأن دخانه وحرق، طالما الاكسجين طاق قبي هناك وتخوف صار. ثلاث مستشفيات متروسه مرضى الاهمال، يعني وزير الصحه استقيل فورا، كل التبريرات البارحه كلها مبوع على الفيس، كلها تبريرات العالم احترقت بال 90 واحد، الله شاهد علينا، يعني لا اسعاف. يعني هاي سيارات الحمل قمنا نشيل بيهم بالحمل وبالتكاتك، تكاتكنا انضربت وهاي في دول العالم هنا بالمستشفى. يعني اكو مستشفى ما بيها دفاع مدني يخلونه او شغله طوارئ مثلا؟ زين، وثاني يعني هاي الشغلات اللي صارت تقصير يعني للدوله، يعني من السم للقاع. زين، كيف لك محمد، يعني صعدنا هنا العالم اللي محترقه، اللي شلناها محترقه هنا، يعني ما تنوصف، يعني اطفال يعني عائله كامله تحترق، يعني تقصير من الحكومه، يعني تقصير من السم للقاع. زين وين كانت يعني هاي وين كانت هاي؟ وين كانت انه يعني وصلت هيك مرحله، يعني البشر مالك القيمه؟ ليش؟ الله يقبل.